علاء الدين والمصباح السحري، حكاية من التراث العربي. كان يا ما كان، في قديم الزمان كان هناك شاب يدعى علاء الدين. كان علاء الدين وأمه يعيشان في حالة فقيرة، إلا أنه كان يتميز بذكاء شديد. وفي أحد الأيام، اسمحوا لي، هل هذا هو بيت علاء الدين؟ نعم، أنا علاء الدين، ما الأمر؟ ها؟ لم ير علاء الدين هذا الرجل من قبل. حسنا يا علاء الدين، أنا أخو أبيك الذي مات، في كلمة أخرى عمك، وأنت ابن أخي، وهذه أمانة تركها لك والدك. لقد أوصلت لكم الأمانة. بعد ذلك دعا الرجل علاء الدين كي يذهب للتمشي قليلا. لماذا أخذ ذلك الرجل علاء الدين إلى مكان بعيد جدا؟ هل فعلا هو عم علاء الدين؟ كلا بالطبع، إن الرجل كان مشعوذا. ولكن ما الذي يريده من علاء الدين، وإلى أين يأخذه الآن؟ عمي، أين نذهب؟ الجبل. ها جبل؟ لماذا أراد المشعوذ أن يذهب إلى الجبل الموجود في الصحراء؟ عمي، لماذا نحن ذاهبون إلى الجبل؟ انحنى المشعوذ أرضاً وصار يدمدم ببعض الكلمات. حرتكوش، فرتكوش، حرتكوش من فرتكوش. عمي، بدأت الأرض تهتز وتحركت الصخرة من مكانها. حقيقي. استمع يا علاء الدين، أريدك أن تدخل إلى هذا الكهف وتحضر لي المصباح. مصباح؟ نعم يا علاء الدين، مصباح عجيب، وأنت الوحيد الذي تستطيع الحصول عليه. لماذا لا تذهب أنت؟ أنت فقط تقدر على ذلك. إذا حاول شخص غيرك الحصول عليه فإنه سيموت في الحال. هل سترفض طلبي؟ ها؟ لا، حسنا سأذهب. كان علاء الدين يتوجس طريقه داخل الكهف المظلم. كهف مظلم. وكما قال المشعوذ، كان هنالك مصباح بالفعل، وكان المصباح محاطا بالذهب والمجوهرات. ملأ علاء الدين جيوبه بالمجوهرات، ثم عاد إلى الثقب حاملا المصباح بيده. المصباح، هرا، سوف أسلمك إياه. أعطني مصباح، هيا بسرعة. مصباح السحري، رائع. لن أعطيك إياه، لن أعطيك إياه. وهكذا سقط علاء الدين داخل الكهف والمصباح في يده. ماذا أفعل؟ لقد سقط. أعطني المصباح، لن تفلت مني. وهكذا بقي علاء الدين محبوسا داخل الكهف، بينما عاد المشعوذ بدون أن يحصل على المصباح. كيف سأخرج من هذا الكهف؟ ولكن ما قيمة هذا المصباح؟ لا يساوي شيئا بالتأكيد. حاول علاء الدين أن يمسح الغبار عن المصباح بفركه بيديه. جبيك جبيك، أؤمر يا سيدي، أؤمر في الحال، أؤمر. أريد أن أعود إلى بلدي. أؤمر يا سيدي حالا. بعد ذلك استطاع علاء الدين أن يعود إلى البيت، وقدم شكره للمصباح العجيب، وصار علاء الدين أغنى رجل في المدينة،
وطبعا فإن أمه أصبحت سعيدة في حياتها معه. بعد هذا كله تمنى علاء الدين وأمه أن يكون لديهما بيت جميل، وفي خلال دقائق تحققت هذه الأمنية. وفي الحقيقة تحقق كل ما يتمناه هو وأمه. أحب علاء الدين الأميرة منذ أول نظرة، وتمنى أن تكون زوجة له. تمنت أمه أن يعيش ولدها بسعادة مع المرأة التي يحبها، لذلك ذهبت إلى القلعة تحمل مجموعة من المجوهرات. أدرك الحاكم بأن علاء الدين سوف يجعل من الأميرة امرأة سعيدة، لذلك قرر أن يسمح لهما بالزواج. يا للسعادة! لقد كان عرس علاء الدين والأميرة رائعا، وقد احتفل به كل الشعب. لابد أن أسترد المصباح، لابد. نعم. وبعد عدة أشهر، وبينما كان علاء الدين غائبا، ظهر رجل غريب أمام قصره. مصابيح جديدة بدل المصابيح القديمة، هيا من يستبدل، هيا إنها مصابيح جديدة رائعة. تذكرت الأميرة مصباح علاء الدين، واعتقدت بأن استبداله بمصباح جديد سوف يفرح علاء الدين. لقد حصلت على المصباح الرائع. من هذا المكان وخذوا بعيدا مع الأميرة. حينما عاد علاء الدين من نزهته في الغابة أصابه الذهول، لقد اختفى القصر واختفت الأميرة معه. صار علاء الدين يبحث عن زوجته في كل مكان، وبينما كان يسافر من هنا إلى هناك سمع الناس يتحدثون عن القصر الذي كان يطير في الهواء. سر في هذا الاتجاه وسوف تجد القصر. وبعد عناء شديد شاهد علاء الدين قصره في مكانه الجديد، وأدرك أن المشعوذ كان وراء ذلك. رأت الأميرة علاء الدين راكبا جملا يبحث عنها. رمى علاء الدين شيئا إلى الأميرة، إنها رسالة. الذي المزيد. بدأ مفعول المنوم يسري في جسد المشعوذ. تعالي تعالي إلي، يا لك من جميلة. لقد ظن المشعوذ أن علاء الدين هو الأميرة. اسمعني جيدا، تخلص من هذا الشرير نهائيا. في خدمتك. وها
وهكذا استعاد علاء الدين زوجته الجميلة وقصره الكبير، وعاد إلى مدينته سالما ليحيا هناك حياة مليئة بالحب والهناء والمودة.